ياسمين رئيس تتحدث لأول مرة عن تصريحات هادي الباجوري، أكدت غضبها من تصريحاته عنها رغم معرفتها بآرائه، وتكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء تعاونها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش. فتحت قلبها لجمهورها وتحدثت عن ابنها الذي تخفيه عن الإعلام. كانت ياسمين رئيس ضيفة برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، وتحدثت خلال اللقاء عن تصريحات زوجها السابق هادي الباجوري عنها، والتي أكدت فيها عن قبوله تقديمها مشاهد رومانسية تحتوي على قبولات. ياسمين رئيس تعرف جيداً قناعات زوجها وأرائه الجريئة، لكنها غضبت من هذه التصريحات وقت عرضها، ورغم شعورها بالغضب والضيق لكنها لم تتحدث وقتها ولم ترغب في الكشف عن أي تصريحات عن هذا الأمر لأنها كانت زوجته، وذلك لأنها تحترم أسرتها وابنها. تعرضت ياسمين رئيس لانتقادات كبيرة وقت ظهورها كموديل مع حسن شاكوش في كليب أحد أغانيه، وذلك لأنها نجمة كبيرة ولها مشوار فني طويل وظهرت كموديل في أغنية شعبية، لكنها رأت أنها استفادت بهذا العمل وقالت نصاً: أنا استفدت من تعاوني مع حسن شاكوش لأنها توجهت لشريحة كبيرة من جمهوره وبالتالي كسبت جمهوراً جديداً. نجل ياسمين رئيس بعيد عن الأضواء والإعلام منذ ولادته، وأكدت ياسمين أن ابنها لا يحب التمثيل والفن، وعندما وصل لعمر كبير اتخذ نفس موقف والدته وفضل الابتعاد عن الأضواء. قالت ياسمين رئيس أن عدداً كبيراً من أبناء النجوم لم يظهروا للجمهور ويعيشون حياتهم بشكل هادئ وطبيعي، خاصة وأن هذا الزمن المليء بالتكنولوجيا قد يعرض الأبناء لانتقادات كبيرة على السوشيال ميديا قد تؤثر على نفسيتهم بطريقة سلبية. أكدت ياسمين أنها تدعم قرارات ابنها ولن تمانع في ظهوره الفني أو الإعلامي إذا اتخذ هذا القرار يوماً ما.